ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيف امسيت. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله راحوا المسابقين يعني. مساك الله بالخير عبد الله بسر، كيفكم؟ سلمكم الله. الله يجزاكم خير، يغفر لنا ولكم، يصلي على النبي. وين اسامه؟ اسامه جاي في الطريق، وغالي 5 دقائق ان شاء الله. الشاذ اللي مزيف. شكرا والله، جزاك الله خير. خلف الله ونعم به. اللي جاب اخوي راعي بيشه الله يبيض وجهه، هذا من عندنا ولقط من اول. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كلنا ما شاء الله. سلامي تسليما على ورده من سوق اول من صفري وتاريخ مقفز. بالضبط، هذا شاعر من شعبي عندنا. الله يبقيك وطال عماركم. ابراهيم سلمكم الله، كيف حالك؟ طيب كل اخوياك سلمت له انت، بيض الله وجهك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم نصلي ونسلم على النبي الأمين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم وأحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، مرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم أسبوعيا مع اللي نعزه ونغليه ونحبه ونوده ونحب مجيئه لنا عبر شاشة قناة الواقع الفضائية، فهو أحد أعمدة قناة الواقع، مشكورا من طيبة وجماله وجمال روحه، يأتي مشوار بعيد لأجل أن يتواجد معنا هنا تلبية لرغبتنا ولطلبتنا له ولجمهور قناة الواقع، يعني مكانة كبيرة في قلبه. فأرحب باسمي واسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياك الله ابو عبد الله. حياكم الله ابو عبد الله، وحيا الله الاخوه ابنائي، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات خلف الشاشات. ولكن اقول بالبدايه كما تفضلتم بالحمد على ملك الملوك والصلاه على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، قلت الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاه والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المني في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجير، المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، صاحب الحوض المورود، والمقام المحمود، واللواء المعقود، أفضل من سار على الرمضاء، ومن أظلته السماء، ومن تعرفت عليه العرب العرباء، أفضل من حضر النوادي، ومن حمل في الحواضر والبوادي، ومن شرف كل حادي. فصلوات ربي وسلامه عليه. مولاي صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظر منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، وعمروا بيوتكم بالصلاة عليه، وطهروا أنفاسكم بالصلاة عليه، وطيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام على سيد ولد آدم. الله يشفع فينا، نسأل الله يسقينا وإياكم من حوضه شربة لا نضمن بعد أبدا، ويجمعنا به في الدوس الأعلى، وجزاكم ربي خيرا. آمين. جزاك الله خير أبو عبد الله على هالمقدمة الجميلة اللي حركت فينا المشاعر. ليلة راح تكون غير بجمال حضور ضيفنا الدكتور عايض القرني، وأيضا بالأشياء التي ستطرح من خلال الحلقة. ولكن قبل الانطلاق وقبل